رجل تزوج فتاة فماتت عند وضعها الحمل الأول هي والحمل، وقد كتب لها مؤخر 200,000 جنيه، هل يحل المؤخر ويقسم على أنه ميراث؟ نعم ميراث، المؤخر ترك لها تقسم كما يقسم الميراث، الزوج له النصف فسيتخفض عليه إلى 100,000، وبعد العفش وأساس البيت هناك قائمة عفش فهي تركة لها أيضا، تركة لها أيضا. انتبه انتبه.